أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار ما بعد المنتصف. البداية من إقليم ميدلت، حيث وجد سكان عدد من الدواوير أنفسهم محاصرين داخل منازلهم منذ صباح أمس الاثنين إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي لم تشهدها المنطقة منذ عقد أو عقد من الزمن، إذ تجاوز سمكها مترا. وهذه تصريحات استقتها ميدراديو من عيني المكان. عاني ونيت بزاف، ما بين زنقه وزنقه ما يمكن لك كاع تخرج لبرا تقضي الحوائج ديالك ولا تشري الدراري الحليب ولا ليكوش. لا، الطريق ابسط الحاجات باش تخرج غير باش تقضي الغربي في الحانوت ما كاينش، الطريق مسدوده وكاين الصعوبات والطريق الوطني كلشي مقطوع، لا من جهه الرشيديه لا من جهه مكناس، وحنا محاصرين لا بوطات لا حليب لا خبز لا والو. الناس دابا راه كلشي في الصيح ديالهم، كلشي تيخوي الثلجات تجي طيح لهم الديور ديالهم ولا شي حاجه. ما هنا الأغلبية في هذا الفيلاج هذا كان الديور ديال التراب وداك الشيء، تيخافوا الناس تمشي تهبطوا عليهم الديور ديالهم. البارح اللي دازوا شي تراكسات حلوا غير شي طريق هنايا جهة الجامع باش بقى يدوزوا الناس يصليوا صافي. بهاد اليومين الأخرى ولا نقولوا هاد الثلاث أيام الأخرى كان التساقط ديال التوريد بواحد الشكل اللي هو نورمال، ونزل بحال شي وقيتة أخرى. كاين بعض الأماكن بحال بومية بحال زايدة بحال بوالعجول اللي طاح فيهم الثلج بزاف، والناس الساكنة كيعانيوا. كاينين بعض الساكنه اللي ما لقاوش كاع باش يخرجوا يمشيو حتى الاسواق ولا باش يتقداو المؤونه اليوميه ديالهم. كتمشي للحانات مثلا باش تقدا الخبز مثلا الحليب للدراري الصغار ما تلقاش، يعني دوك الشاحنات اللي كيجيبوا المواد الغذائيه للحوانت ما عندهمش طريق باش يفرقوا الحليب ديالهم والخبز ديالهم بالنسبه للاطفال وبالنسبه للشيوخ للناس الكبار شويه، فهمتي كيفاش؟ حتى باش يخرجوا من الدار ما كاينش طريق باش الناس يدوزوا، ولا ما خدموش الباله ديالهم باش يحيدوا الثلج من حدا البيبان وكذا ما يخرجوش. جهزوا النقل ديال الاقليم والعملات وما خاصهم شي شويه يكتفوا الجهود ديالهم، راهم قايمين بالدور ديالهم، وانما بغيناهم شي شويه يشوفوا دوك المناطق اللي شي شويه قرب للمدينه وهذا باش الناس يلقاو يتحركوا ويلقاو يخرجوا باش ما يبقاوش معزولين تمايا. هذا وعلمت ميدراديو أن الطريق الرابط بين تنفيت ومركز بومية مقطوع لتنضاف إلى طرق أخرى جوية مقطوعة، رغم المجهودات التي تقوم بها فرق التجهيز والنقل لإزاحة الثلوج بسبب الكثافة. نستمع إلى أخرب حسام مسؤول عن آليات إزاحة الثلوج في إقليم ميدلت متحدثا إلى ميدراديو. كاينين عندنا 8 ديال كثيحة الثلوج مفرقة على مجموعة ديال المسالك الطرقية من بينها الربط طرقو بين ايتو فندا قاسم حبيب، كاينين فيها جوج كتيحات ثلوج واحد الكاميو، كاينين جوج كاينين بالنسبة لاسون كونترو، كاينين واحد جوج خاصين سيزين تغمس ناسيونال طريق. دابا الحمد لله الطريق الوطني رقم 16 رابطة بين ميدلز الريش راه كندوزو الكونفوا، والطريق الجهوية رقم 103 هي كندوزو الكونفوا. لاسيكسيون ديال خنيفرة غبالو زايدة، وبالنسبة لزايدة لتربو المن راه مفتوحة على جميع العربات والسيارات. لا الحمد لله دابا راه غاديين الطرق تقريبا كاملين من هنا حتى للعشية ويكون كل شيء موجود. إذا بقى الجو مستقر بحال هكذا من هنا للعشية، إذا ما رجعت عاود شي طومبيت خايبة عاود كطيح. كان هذا حسام خريب المسؤول عن آليات إزاحة الثلوج في المديرية الجوية للتجهيز والنقل في إقليم ميدلت. بدوره أفاد وزير الداخلية عبد الوفي لفتي تمثيل الاثنين أنه تم فتح زيادة من 70 طريقا.